الشديد مع الاسف الشديد اخيرا جابوا لي المقطع ماله وسمعته على اساسه وايد قلبه محترق على السيد الحيدري يقول الله يجعل عواقبنا على خير. السيد يشتمني مولانا يقول هذا عاقبته شنو على سوء بس بعنوان شنو مولانا الله يجعل عواقبنا على خير. الحمد لله رب العالمين خوش انسان كان ولكن الان ما ندري يعني الان شنو صار مولانا وهكذا مولانا هسه هاي العناوين ظاهرها شنو قلب محترق ولكن شتائم من اولها الى اخر. وانا ذكرت هذا الراي جيد جدا. اصعد المنبر مولانا امام طلابك واجب ماذا واجب عن سؤالي استفترض مولانا وبتعبير الروايات الموجوده عندك على اي الاحوال. العناوين اولا قد تكلف ما ليس من شانه اصلا هذا ليس من اختصاصه ان يدخل في مثل هذه المسائل فابدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه. هاي العنوانين ايضا ناقص العلم وناقص ماذا وعاجز العلم. ثالثا ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي الى معرفه طريقه. رابعا اعزائي وقع عناوين جدا قاسية ولا موجب لها بالإمكان أنه ماذا أن يناقش الإنسان علميا. ومع الأسف إلى الآن أنتم تجدون عند البعض مولانا عندما يريد أن يدخل البحث أولا لا بد مولانا أن يذكر قاموسا من الشتائم العلمية وبعد ذلك ماذا يقول شيئا. لكن الهوى مود لصاحبه. أصلا صاحب هوى الشيخ الصدوق دين عنده لو ما عنده الشيخ الصدوق لا مولانا لا. نعوذ بالله من سلب التوفيق ونسأله العصمة من الضلال أيضا اتهمه ماذا بالضلال ونستهديه في سلوك منهج الحق وواضح الطريق. هذه في صفحة 20. تعالوا معنا أعزائي في صفحة 30 يقول التفتوا جيدا. هو مهم أعزائي واقعا هذا الأسلوب ينبغي على الأعزة أن واقعا مو يتجنبوا أساسا ليس مرتبطا بالعلم. وهذا الذي قاله الشيخ الصديق وهذا مما لا يذهب إليه مسلم ولا ملي فأخرجه عن ملة الإسلام بل عن الأديان السماوية جميعا لأن الملي أعم من المسلم وغير المسلم ولا موحد فأثبت له ماذا ولا يجيزه على التقدير في النبوة ملحد فأثبت له ماذا أمامكم. هذه العبارات اللي الشيخ المفيد يقولها في حق من في حق الشيخ الصدوق وهو لازم لمن حكيت عنه ما حكيت فيما أفتى به من سهو النبي واعتل به ودال على ضعف عقله وسوء اختياره وفساد تخيله. وينبغي أن يكون كل من منع السهو على النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما عددناه من الشرع غاليا كما قال الشيخ الصدوق. ماذا قال؟ قال الغلاة يقول لازمه أنه كل الآخرين ماذا يكون. طبعا هذا همتنا نحن أشكلنا على من؟ على الشيخ الصدوق أنه إذا لا يتفق معك في الرأي لا معنى للاتهام بالغلو والخروج كذا إلى آخره. كما زعم هذا المتهور أن النافي على فلان وكفى بمن صار إلى هذا المقال خزيا. ثم من العجب حكمه على أن سهو النبي من الله وسهو من سواه من أمته. إذن مسألة الاستسهاء مو نص روائي وإنما اجتهاد ممن؟ اجتهاد من الشيخ الصدوق. إذن لا يقول لنا قائل لماذا تقولون سهو النبي لا بحسب النصوص سهو هذا اجتهاده لتوجيه ماذا؟ لتوجيه الرواية إلى أن يقول أعزائي. ثم يقول إن هذا السهو من الشيطان ولا أن إذا كان للشيطان وكان سهو لم يتيقظ منه شيخ الصدوق ومن لم يتيقظ لجهله في هذا الباب كان في عداد الأموات. هذا ما أدري العناوين حسبتوها ما حسبتوها إلى أن يأتي في صفحة 32 بعد يقول وإن شيعيا يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبي بالغلط والنقص وارتفاع العصمة عنه من العناد لناقص العقل ضعيف الرأي قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم التكليف مولانا. ففي حكم ماذا؟ في حكم المجال. شوفوا أعزائي أنا الله يعلم إنما ذكرت هذه العناوين حتى يتضح أن هذا أسلوب علمي أو غير علمي أعزائي. لا اختلف الرأي من تشاء أن تختلف معه. طبعا هذا درس لي ولك أعزائي اللي الآن تجدون بيني وبين الله. عد البعض مولانا مع الأسف الشديد أخيرا جابوا لي المقطع ماله وسمعته على أساسه وايد قلبه محترق على السيد الحيدري يقول الله يجعل عواقبنا على خير. السيد يشتمني مولانا يقول هذا عاقبته شنو على سوء بس بعنوان شنو مولانا الله يجعل عواقبنا على خير. الحمد لله رب العالمين خوش إنسان كان ولكن الآن ما ندري يعني الآن شنو صار مولانا وهكذا مولانا هسه هاي العناوين ظاهرها شنو قلب محترق ولكن شتائم من أول إلى آخر. وأنا ذكرت هذا الرأي جيد جدا. اصعد المنبر مولانا أمام طلابك وأجب ماذا وأجب عن سؤالي استفترض مولانا وبتعبير الروايات الموجودة عندك على أي الأحوال. هسه الآن خلونا حتى أنه هذا العناوين إذا من قال بسهو النبي يستحق هاي 50 عنوان من الشيخ المفيد. إذا كان الأمر كذلك شيخنا تعالوا معنا أعزائي تعالوا معنا إلى صفحة 28 وإحنا بنستطيع أن نقلب كل هاي العناوين التي عنونت بها على الشيخ الصدوق عنونها على من مولانا ونطبقها على من على الشيخ المفيد. كيف؟ لأن الشيخنا أنتم قائل بأن النبي نام عن صلاته مولانا.
الشيخ المفيد قائل نعم ولا قائل في هذه المسألة، ولهذا قلت توجد مسألتان والبعض لا يفرق بينهما، مسألة سهو النبي ومسألة ماذا؟ ومسألة نوم النبي. في صفحة 28 يقول ولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء في أوقات الصلاة حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك. ما بي محذورات، شو المحذورات؟ وبيني وبين الله اللي يعتقد بنظرية الإنسان الكامل، إذا كان من لا يوافقك الرأي يستحق 50 عنوان وشتيمة علمية، أنت همت ماذا لا؟ ها تستحق هذه العناوين؟ يقول إحنا لا ننكر هذا، وليس هذا عيبا، وليس هذا عيبا. يقول فولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء في أوقات الصلوات حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك، وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص، لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النوم، ولأن النائم لا عيب عليه. أعزائي البحث مو أنه بيني وبين الله هل أن رسول الله يستحق بذلك كذا أو لا يستحق، الكلام في أن هذا الفعل أو هذا الموجود إذا قيس إلى موجود لم ينم عن صلاة الصبح أيهما أكمل؟ أعزائي ومن الواضح أن الذي لم ينم عن صلاة الصبح أكمل ممن نام ماذا؟ ممن نام عن صلاة الصبح. لا يستطيع أن يقول هما متساويان مولان. إذن وحصل هناك ماذا؟ حصل هناك نقص، وهذا مخالف للكمال الذي نعتقده، وليس كذلك السهو لأنه نقص عن الكمال في الإنسان.